صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليست دي هتلاقي فيها كل ما يتعلق بالسي شارب، هتلاقي فيها من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 80 أساسيات للمبتدئين، وهتلاقي فيها من الحلقة 81 وحتى الحلقة 200 هتلاقي فيها Forms Desktop Applications، وهتلاقي فيها من أول حلقة 201 وحتى الحلقة 300 Object Oriented Programming للغة C Sharp، وهتلاقي فيها من أول حلقة 301 وحتى الحلقة 400 webform.asp.net، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة محدثة دائما بفضل الله بتضم كل الكلام ده، علشان لو عايز تشوفه كله على بعضه أو لو عايز تشوفه أجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي إلا وإنت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون أقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة أكاديمي www.hassuna-academy.com، وتدخل على انضم إلينا، وتدخل على إنشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات أو حاجات في الشاشة الرئيسية أو تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 602 من كورس السي شارب داتابيس بارت. بفضل الله هننفذ أمر بدون استعلام على ماي سيكوال بواسطة الأدابتر. تعال نفتح مع بعض البروجكت اللي كنا بنجرب عليه على ماي سيكوال اللي كان اسمه كونكت ماي سيكوال، ونبدأ نعمل هذا الموضوع، ونفتح بالمرة السيرفر بتاع الماي سيكوال نخليه قدامنا، ونيجي هنا في الفورم هنا بتاع المشروع اللي بنجرب عليه. في الفورم دي هاخد نسخة من الزرار ده كوبي بيست، نجيبه هنا كده. ده يبقى ايه بقى؟ مش فل بقى، لا نخليه رن، يعني رن، نعمل رن اي رن بقى خلاص. وهنا هنسميه بي تي ان رن وذ أدبت. دبل كليك على الزرار ده. طبعا انا محتاج يكون عندي الكونكشن سترينج بتاع الماي سيكوال. هات لنا الكونكشن سترينج بتاع الماي سيكوال اهو، هعلم عليه كده واخده كنترول سي كوبي اوكي، واجيب البروجكت ماشي. طبعا هعمل اوبجكت من الماي سيكوال داتا ادابتر، وهسميه ادابتر، وده بيساوي نيو من الماي سيكوال داتا ادابتر خلاص. وهنا هعمل ايه؟ هعمل الجمله بتاعتي انسرت انتو ديبت فاليوز، نجرب مثلا 77 كوما تيست، وادي له هنا ايه الكونكشن سترينج بتاع الماي سيكوال وسيمي كول. افكرك ان احنا في البداية خالص كنا بنعمل 8 سطور افكرك بيهم، بنعرف الكونكشن وندي للكونكشن الكونكشن سترينج، وبعد كده نعرف الكوماند وندي للكوماند الكونكشن، وبعد كده ندي الكوماند تكست، وبعد كده نفتح الكونكشن، وبعد كده ننفذ الامر، وبعد كده نقفل الكونكشن. 8 سطور. بعد كده اختصرناهم في 5 سطور، وهو تعريف الكونكشن مع احتياجاته في سطر، تعريف الكوماند مع احتياجاته في سطر، وفتح في سطر، وتنفيذ في سطر، واغلاق في سطر، دي 5 سطور. دلوقتي خليك تعملهم في 3 سطور بس.
عملت الادابتر اللي انت اديته للادابتر ده، سواء كان كوماند تكست اللي هو جمله الانسرت، او الكونكشن سترنج اللي هو اصلا عامل بيه كونكشن، مخبيهم هو فين؟ مخبيهم في السيلكت كوماند. انا هندق على السيلكت كوماند اللي هو مخبيهم فيه ده، وهقول له دوت الكونكشن بتاعك انا عايزك تفتحه عشان انا هعمل عليه عمليه، وقوسين فاضيين وسيمي كولون، خلاص. وبعد كده هندق على الادابتر تاني، هقول له السيلكت كوماند برضو اللي مخبي الكلام اللي انا اديته له ده، دوت اكسكيوت نون كويري، وقوسين فاضيين وسيمي كولون، بس خلاص. هتقول لي ما قفلتوش، هقول لك براحتك انت، كده كده لو انت شغال على برنامج كبير، الكلام ده بقوله لك كل مره، هتعمل اوبن مره واحده في بدايه فتح البرنامج، واغلاق مره واحده او كلوز مره واحده في نهايه اغلاق الايه البرنامج، خلاص. طيب تعال نجرب كده الكلام ده، بس قبل ما نجربه هات لي البي اتش بي ما ادمن، حمله كده علشان نبص على الديبت قبل وبعد، نشوف عمل ايه. يا حمل اول بي اتش بي ما ادمن ونبص عليه على طول ان شاء الله. تعال نرن البروجكت كده عبال ما يحمل، اهو حمل براحته، وهناك برضو البرنامج يترن براحته او يبيلد ويرن وشغل براحته. ماشي، ده اهو هنا بيرن وده هنا بيحمل، حمل خلاص. هنا افتح لي بقى ايه الداتابيس تول، اهي افتح لي الداتابيس تول. ماشي، دوست عليه انا، استني يحمل. افتح لي التيبلز، فين بقى الديبت؟ الديبت اهو، دوس على الديبت. هو تقريبا ما فيهوش بيانات كتير اصلا، خلاص ادي لودنج اهو، استنيه اهو، ادي البيانات اللي عندنا، ادي ايه البيانات اللي عندنا. ماشي، من 1 لـ10 وبعد كده 99. ماشي، احنا هنجرب ب77 صح. ماشي، نستنى بقى البرنامج بتاعنا يطلع اهو. خلاص على وشك يطلع اهو، طلع خلاص. هندوس على رن ويز ادابتر، استنى كده. ها طبعا انت في الطبيعي البرنامج بتاعك هيفتح الكونكشن في الاول، فمش هيغيب الغيبه دي وهو بيرن من جوه يعني. المهم كده خلاص خلص. هات بقى ايه، نزل الكلام ده كله كده، وهات الماي سيكوال نشوف. دوست على الدبت مره تانية ونبص، ها بفضل الله ضافه 77 تيست كده، احنا نفذنا امر من الادابتر بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.